اتهم عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر جهات سياسية بالوقوف وراء اغتيال أستاذ جامعي من القومية التركمانية أمس الثلاثاء، مطالبا خلال تصريح صحفي رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية الاغتيال. وأشار إلى أن بعض الجهات شكلت لجانا وعصابات لاغتيال الكفاءات، مبينا أن هذه الجماعات تعمل ليلا نهارا لخلق البلبلة والشغب من أجل تخويف الناس ونشر الهلع في قلوبهم. وفي السياق قال عضو تحالف القوى محمد عبد الله إن ظاهرة الاغتيالات تتصاعد بشكل خطير في كركوك وسط صمت من قبل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، مشيرا في حديث للعرب الجديد إلى وجود خشية من تصاعد هذه الجرائم كلما اقترب موعد الانتخابات.